السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الله يسلمكم حابين نتكلم أنا وشوكولات فيس، وجه الشوكولاتة، حابين نتكلم ونشرح لكم موضوع شوية مهم. مع عملية ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين، فمتوقع أنه كمان السيارات الديزل تجي في الطريق. وشرحنا لكم قبل كده عملية التوربو وكيف أن التوربو مهم، إن كان البنزين ولا الديزل، وهذا التقدم. فالآن إيش التقنية الجديدة اللي عاملينها في تقنية التوربو؟ في تقنية جدا ظريفة اسمها باور بولس، نبض الطاقة، سوتها شركة فولفو. واعتقد هذه الطاقة ان شاء الله ما هتجي يعني في سبيل انها تتجهز في سيارات البنزين او سيارات الديزل، هتدي مفعول جدا ممتاز وجدا حلو بدون اللجوء للتربوهات المعقدة جدا والغالي جدا. وحنشرح لكم عليها الان ايش المميزات او طريقة عملها كيف. الموضوع كله يتلخص في حاجة واحدة جدا سهلة وبسيطة. طرمبة هواء، وطرمبة هواء في معها خزان هواء مضغوط. التوربو لو لاحظ زي ما شرحت لكم في أكثر من فيديو قبل كده، ميزة التوربو عجبني مثلا السوبر شارجر. السوبر شارج بدي مميزات الأحصنة، أطنان من الأحصنة بس على دوران عالي للمحرك فوق الـRPM، دوران المحرك round per minute أو revolution per minute، دوران المحرك RPM عالي، ممكن يستهلك منه لغاية 80 حصان حسب حجم المحرك وحسب حجم السوبر شارج. التوربو لا، كل ما بتسحب كل ما بيعطيك، كل ما بيطلع الهواء أسرع من الشكمان كل ما بيعطيك طاقة أعلى. ميزة التوربو إنه بيستخدم طاقة مهدورة، شكمان هواء حار طالع ضايع، فبيستخدمه لتوليد طاقة وتوليد أحصنة من هواء ضايع، من 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 الصفر بتجيب فلوس، بتجيب أحصنة، بتجيب عزم للمحرك حقك، وبترفع فعالية الاحتراق، بتقلل صرفية البنزين، وبتديك عزم أعلى. النظام اللي أسلمكم بيشتغل بطريقة جدا سهلة وبسيطة. الهواء اللي بيدخل مع فلتر هواء نظيف، جزء منه يتخزن عن طريق طرمبة هواء في خزان هواء، والخزان الهواء هذا لما عند الاحتياج له انه محتاج عزم. الديزل في عزم دائما متوفر ما شاء الله بكثرة، بس فرضا محتاج عزم اعلى وما تبغى تدخل في العيب حق التوربو اللي هو عملية التوربو لاج، انه يتأخر مثلا انت تدعس على دعاسة البنزين او الديزل الدعاسة أكرمك الله، فياخذ له جزء او جزئين من الثانيه قبل ما يبتدي يشتغل معك، لانه لازم ترتفع احتراق المحرك في دوران المحرك، فيطلع الهواء الحار من الشكمان، فيتحرك المروحه حقت التوربو، الهواء الطالع فيطلع تدخل بعدين الهواء حق التوربو يكبس هواء داخل. فعشان نتلافى الفيلم الهندي ده كله، في بخلي التوربو لاج، نخلي يسموه توربو لاج، رده فعل متاخره التوربو صفر. كيف بيسويها؟ كومبرسر هواء ده بيخلي خزان الهواء، خزان الهواء زي ما احنا شايفين الان، حنشوف الشرح، خزان الهواء ده الله يسلمكم موجود دائما ما شاء الله، الهواء متخزن فيه دائما على اكمل وجه. وقت الاحتياج له مع السواق محتاج فدعس دعاسة البنزين الديزل، طلع الهواء المحرك عرف انه في احتياج للطاقة فوريا بدون اي تأخير، فبنفتح صمام الهواء ده بيطلع على طول، بيدخل في مجرى خروج الهواء من الشكمان الحار، فبيسرع مع كمية الهواء الفايض المضغوط اللي طالع بسرعة، بيسرع عملية دوران المروحة حق التوربو للهواء الخارج، فبيسرع دوران التوربو بشكل عام، فبيدخل الهواء على رأس المحرك أسرع، فصار عندك ردة فعل وطاقة أعلى ونظيفة. في نفس الوقت هنلاحظ أنه المحرك الديزل الصغير ده صار أقوى من منافسينه الستة سلندر 3 لتر أو الأكبر أو الأصغر محركات تانية، صار بدي كفاءة أعلى بكثير. وفي نفس الوقت حنلاحظ دائما انه عملية تخزين الهواء شغالة اول باستمرار، كل ما في احتياج للطاقة فهي عبارة عن هواء نظيف، هواء ربنا الموجود بيتخزن في خزان جانبي، ويرجع اذا تم تفريغه يتم تخزينه ثاني مرة وملؤه بالهواء بالاستمرار. بالشكل ده باختراع جدا بسيط اخترعته شركة فولفو، واعتقد انه حيتعمم كمان في المستقبل في سيارات الديزل بكل اشكالها وانواعها، فممكن يصير الصيانة حقة التوربو كمان أرخص وأوفر بدون اللجوء لتوربوهات أغلى أو معقدة أكثر، بس مجرد خزان هواء وبعدين الهواء ببلاش وطرمبة موجودة، هواء ربنا وانتهينا، بس بخش إنه تنظف مع الفلتر حق الهواء ويصير نظيف لأكثر على الأقل. شكرا لكم متابعتكم، أتمنى قدرنا نفيدكم اليوم بمعلومات جدا بسيطة وسهلة مفيدة ولشرح محركات أكثر وأكثر لكم. إذا مهتمين في شروحات المحركات هذه والتقنيات اللي بتتم داخل المحركات، أرجوكم خلوني معكم في الصورة، أدوني آراءكم إذا مهتمين عشان نقدر نكثر لكم شوية من المعلومات هذه في كل جديد وغريب ومفيد في عالم السيارات. شكرا لكم متابعتكم الكريمة، ويعني أتحفتونا وأكرمتونا بمشاهدتكم للفيديو. شكرا لكم.